أحد الثقلين، قال الإمام الحسن عليه السلام: نحن حزب الله الغالبون، وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأقربون، وأهل بيته الطيبون، وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته، وتالي كتاب الله الذي فيه تفصيل كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالمعول علينا في تفسيره لا نتظن تأويله، بل نتيقن حقائقه. فأطيعونا، فإطاعتنا مفروضة، إذ كانت بطاعة الله والرسول وأولي الأمر مقرونة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.